ياك هاد الناس، هاد الناس هادي، هاد الناس هادو اللي 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 اللي, اللي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده اللي اعطى التعليمات باش يعاون رعاياه، ولكن هناك تلاعبات، هناك ممثلين احزاب سياسيه اللي جاوا غير يركبوا على الحداد، جابوا الناس ديالهم في اطار حمله انتخابيه، بغا يديروا حمله انتخابيه في اطار على ظهر فلوس ولاد الشعب، على ظهر فلوس سيدنا. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ كاين هادشي؟ قول شنو واقع، قول قول شنو واقع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يدير التوحيد الخير عند الله سبحانه وتعالى. الناس تعاني، الناس تعاني، وحشومة عيب عار. ما يجيش ممثلين احزاب سياسيه ينصحوا مع القائد هنا، عيب وعار، عيب وعار. اما الناس المعاناه مشات الناس مجهوله، الناس اللي ساكنه قريبه معروفه 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 بان الناس هيا عانا، حنا تنعرفوهم واحد واحد. اين جينا في الصباح هنا؟ هادو هما اللي دوز فيهم هاد المساعد. اختي هنا راه تيشوفوكم كاع افراد الجاليه المغربيه مقومه في الخارج. لا مشاهدي قناة صوت العدالة، باش نتأكدوا من واش يعني الإعانات والقفف ديال المساعدات الاجتماعية للمحسنين وصلات للناس اللي محتاجينها أم لا، دخلنا لهاد الدوار هذا في ديور النصراني، غادي نسولوا مجموعة من الناس واش توصلتوا بالمساعدات؟ توصلنا بالمساعدات، خدينا التيكيت، عطاونا المعاناة ديالنا. المعاونه ديالنا. واحد الفيديو دابا كيبان في فيسبوك وفي مجموعه من الوسائل. لا كذوب، ها هما جيراننا كلهم استافدوا، كل هاد الدرب استافد. دربنا كل خدا، قليل الاخر اللي يلا عطاو لا كارطاج هما غيعطيوهم دابا، هما كلشي خدا. خديتو؟ خدينا الله يخلف على سيدنا. واش هاد المساعدات اللي توزعات وزعوها المنتخبين ولا السلطه؟ السلطه وجات عندنا السلطه عطاتنا. بجوج مشاهدي قناة صوت العدالة، كيف كتشوفوا هذا الفيديو اللي كيروج الآن هو عبارة عن إشاعات وأخبار زائفة، مجموعة من الناس توصلوا بالمساعدات ديالهم، مجموعة أخرى مازال ما توصلاتش، لأنهم يلاه عطاو البطائق التعريف الوطنية ديالهم من أجل الاستفادة. هذه الاستفادة حسب مصادر صوت العدالة غادي تمتد طيلة حالة الطوارئ الصحية عبر مراحل وعبر أحياء ومجموعات، كل نهار غادي تكون منطقة، ما غاديش توزع في خطرة واحدة. معنا حالة أخرى ديال واحد السيد اللي قال لنا أنه مازال ما استفدش ولكن يلا عطى لاكارطة. أنت عطيتي لاكارطة؟ عطيت لاكارطة اليوم. يلا اليوم ها اليوم امتى غادي يوزعوا عليكم؟ واه قال لك تسنى هاد اليومين وثلاث ايام ان شاء الله. خلال هاد الايام حنا بغينا نسبقوا الناس اللي مع في السطيعه اللي ما عندهمش مساكن خبزه في النهار يسبقوهم، هما الاولين. اهم حاجه عندنا هي يسبقوا الناس اللي ما عندهمش خبزه، هما الاولين، واللي عنده دار بشوي شوي تيوصلوا النوبه ديالو. شكرا لك، غنشوفوا حالات اخرى. الحاجه كنتي شاهده على شنو اللي وقع قبيله؟ شفتي مجموعه ديال الناس متجمهرين كيقولوا انهم ما توصلوش بالمساعدات، انتم واش توصلتوا بهم؟ شنو اللي وقع؟ لا توصلنا وليدي، وهذاك السيده طلق الاشاعات، ودوك الناس اللي جاب بعدا راه ما كانوش حاضرين. المهم الناس كلها استافدت، الارمالات المطلقات كل الناس استافدت الحمد لله. المحسنين وزعوا عليكم ماكله سياسيه؟ اه وزعوا علينا وليدي، عطاونا الله يعطيهم الخير، عطاونا كاملين عطاونا. مشاهدي قناة صوت العدالة، باش نزيدو ناكدو زيف الادعاءات ديال هاد الشخص اللي دائما يتكلم باسم جلالة الملك، شفنا مجموعة من الأشخاص في مجموعة من الأحياء تابعة لمقاطعة سيد الخضير بالحي الحسني. معنا إحدى السيدات اللي أكدت لنا أنها توصلت بالمساعدات، ما كاين لا فرزيات لا والو. أشنو وقع؟ السلام عليكم خويا. هاد الناس هاد الهضره اللي تيقولوا داكشي يعني ما منها والو، حنا داكشي كامل توصلنا به الحمد لله، وكاع الناس اللي في الدارب اللي في هاد الحي تيقولوا دوار الزفت، كاع الناس تما توصلوا بالمساعده ديال هاد الناس. المحسنين فرقوا عليكم المساعده؟ آه الحمد لله كلشي توصل بها، كلشي خدا. ولكن واحد الفيديو كيقول لك الناس ما خداوش، والسياسيين يعني الاحزاب السياسيه هي اللي وزعت المساعدات، واش هادشي بصح ولا لا؟ لا خويا هادشي ما منعو حتى شي حاجه، هادشي ممنوع، وكل شيء خدا. الناس اللي عندها واللي ما عندهاش كل شيء توصل بالسلعه، كل شيء توصل بالمساعده الحمد لله. الحمد لله اليوم توصلنا بخبر ان المديريه العامه للامن الوطني منعت التصوير عبر تقنيات المباشر، مجموعه من القوانين توضعت من اجل العقاب على خرق حاله الطوارئ الصحيه، من بينها الخروج
الى الشوارع دون حاجه ملحه واستثنائيه. واش غادي يطبق القانون في حق هاد الناس اللي قاموا بهذه الافعال، خصوصا بعد تبخيس دور المحسنين ودور السلطات العموميه اللي قامت بمجهود هاد الجباره من اجل ايصال المساعدات لمجموعه من الاسر اللي كتفوق 1000 اسره. مازال مستمره عمليه توزيع الاعانات، لكن مع الاسف هاد الناس اللي كيدعيوا الوطنيه والمواطنه ما خرجوش باش يساعدوا المغاربه، خرجوا باش يحرضوا المغاربه ضد السلطه. الى اللقاء.